أين تقع النقاط التالية؟ معطيك النقاط هذه، يقصد في أي ربع تقع، معطيك خيارات مثلا. خلينا نشوف هذه، سالب سالب، إذن على طول الربع الثالث. هذا إذا أنت حافظ بتحلها على طول، إذا مو حافظ مضطر أنك ترجع ترسم وتأخذ وقت وتعرف وين تقع، تحط هنا موجب وهنا سالب وتشوف وين تقع وتشوفها في الربع الأول ولا الثاني والثالث بالطريقة القديمة، بس لو أنك حافظ على طول بتعرف أنها الربع الثالث. عندنا موجب موجب، هذه الربع الأول. عندنا السي الإكس هي سالبة والواي موجب، إذن الربع الثاني. عندنا موجب وسالب، الإكس موجبة، إذن الربع الرابع. خلينا نشوف كلامي صحيح ولا لا. الرابع ثالث الأول صحيح. في الاختبار راح تجينا كذا، يقولك النقطة، معطيك النقطة هذه، يقولك تقع في الربع وحاط لك الأول الثاني الثالث الرابع. قلنا في طريقتين، أما إنك ترسم أو إنك تكون حافظ وتعرف إن سالب سالب هي في الربع الثالث وتختارها بسرعة، تختصر الوقت. زي ما قلنا إحنا هذه إذا جتنا نقاط أو إحداثيات، الأولى دائما X والثانية Y بدون نقاش، يعني مستحيل تحط هذه Y وهذه X، غلط غلط، تعكس النتيجة تماما.